السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم قناة بروف سوفت. فيديو جديد من فيديوهات القناة. إن شاء الله النهاردة معانا تكملة لدورة الباتش سكريبت. إن شاء الله النهاردة معانا قاعدة اف ستريتمنت، اللي هي الأمور المتكررة أو الحركات التكرارية. هنشرح دلوقتي مع بعض. فمثلا إيه، هناخد مثال عملي كده ليها. لو عملنا متغير مثلا اسمه هنقول ست ام بتساوي اي كلام في اي حاجه اس كده اي حاجه، وجينا هنا مثلا نقول ايكو ام. عشان بس يا جماعه انا بكتب كده بالراحه شويه، عشان انا بكتب بايد واحده، انا ماسك الميكروفون بايدي التانيه. فمثلا ايه، لو احنا جينا هنا عملنا ايه كنترول اس، فتحنا الملف، خلينا كده ايه بس نحطه بره عشان ايه ما نضطرش نحط كل شويه في السي ام دي، و ريبليس ملف الاس سي اس بي نفس السي ام دي بتاعتنا سي دي ديسك توب، نشد الملف بتاعنا انتر. طبعا لان المتغير بتاعنا مثلا ايه، لو جينا هنا استخدمنا حركة ايه ده، بس يا جماعة حصل خطأ. طبعا لنا المتغير الام. مثلا لو جينا هنا استخدمنا حلقه فور، هنبتدي بالكلمه المحجوزه بتاعتنا فور، هنعمل المتغير اللي يخش. خلي بالك الفور بيجي بعدها المتغير، المتغير ده بيخش جوه الامر او الحاجه اللي احنا هنديها له، فبيطبع كلها. فمثلا هيخش ايه في الاف، في الايه هيطبع الايه، الاس هيطبع الاس، الدي هيطبع الدي. ممكن انت بقى تعالج النصوص براحتك، مثلا لما يوصل للدي مثلا يقف، مثلا لما يوصل للاس يقف كده، يمسح باقي كده، يعمل اللي انت عايزه. هنشوف دلوقتي مع بعض. في الاف لما تيجي تعلن عن متغير جوه الاف، لازم تحط قبليه علامتين اللي هي المئويتين دول، بعد كده اي حرف ما بنحطش بينه، يعني الحرف ما بتحط الكلمه قصدي بتاعت المتغير ما بتتحطش بين العلامتين المئويتين. بتتحطش بين العلامتين المئويتين، بتتحط قبليهم كده. ده بيميز البرنامج او تتميز للغه الباتش سكريبت ان ده متغير الفور وده متغير عادي جدا. هنقول ان نفتح قوسين كده، نحط جوه المتغير اللي احنا عايزينه، نحط مسطره كده المتغير ام. هنقول هنا دو يعني افعل او اعمل اللي احنا هنقول لك عليه دلوقتي. ايكو اطبع اي كده. احنا قلنا لحلقة الفور دخل المتغير ده جوه الكلمة دي واطبعها تاني. هنشوف دلوقتي مع بعض. لو عملنا كنترول اس نيو تسعة نيو تسعة نيو تسعة في نيو تسعة نيو تسعة نيو تسعة نيو تسعة نيو تسعة نيو تسعة، ايوه هي دي زي ما انت شايف يا جماعه، طبعها مرتين. دي المره الاولانيه ما فيش اختلاف بينهم، لان هو دخل في حلقه تكراريه، بيطبع الايه بعد كده بيطبع الاس بعد كده بيطبع الدي بعد كده الاف بعد كده الجي اتش. ناخد حاجه تانية، اخدنا دلوقتي الدي بعد كده فور لوب ويز نم. ماشي، هل ينفع ما احطش متغيرات؟ يعني مثلا لو حذفنا دي كده، عايزين مثلا نطبع الاعداد مثلا بين الواحد واخد بالك وال مثلا ال 20 مثلا، وهنطبعهم كذا مره في البرنامج. هل كل شويه هنقول ايكو 1 2 3 4 كل شويه في البرنامج؟ يعني مش هنطبعها مره واحده، لا، بحلقه الفور ممكن تعمل ده كله. تشيل هنا كده، بعد كده تيجي هنا تعمل سلاش ال،
سلاش ال دي بتفرق للفور، ان ده انا هدخل ارقام مش هدخل حروف جوه. هنعمل ايه؟ واحد واحد 20. هنشرح دلوقتي الواحد ده البداية بتاعتك، ابدأ من عند الواحد، بعد كده زيد بمقدار واحد، يعني هتزيد واحد بعد اتنين تلاتة اربعة خمسة لغاية ما توصل لغاية ال20 ووقف. وبعد كده وكل ده كل ما تخش في الاي، الاي هتخش في الواحد، هيقول هنا ايكوال اي هيطبع واحد، هيخش بعديها هيزود واحد، الاي هتخش جوه الاتنين هيطبع الاي هتبقى اتنين كده. مع التعود هتعرف تفهم الفور. هنقول كنترول اس، نفتح السي ام دي بتاعتنا، ندخل نيو 9. انت زي ما انتم شايفين يا جماعه طبعا 1 2 3 4 5 6 لغايه 20. طبعا بقى انت ممكن تدخل اي رقم انت عايزه، مثلا 20 3 20 1000 زي ما انت عايز. فمثلا لو جينا هنا خيرناه خلينا 5 كنترول اس، بعد كده جينا هنا سحبناها تاني، لا مش دي، 1 6 11 16. 1 زاد بمقدار 5 بقى 6، زاد بمقدار 5 بقى 11، زاد بمقدار 5 بقى 16، زاد بمقدار 5 21. هل 21 جوه ال 20؟ لا، عشان كده ما طبعهاش ووقف البرنامج على طول. طب احنا عايزين ايه؟ مثلا لو وصل لحاجه معينه جوه الفور، يعني مثلا لو مثلا ايه وصل لغايه ال 11 يعمل حاجه معينه او يخرج بره الحلقه التكراريه ما يكملش. هنشوف دلوقتي مع بعض هنيجي نعمل ايه هنا. طبعا ننزل 1 2 3، ممكن تعملها كده زي ما انت عايز، تحطها زي كانها تحط الاوامر بتاعتك كان، لو انت مش عايز تحطها في سطر واحد برضو. هنيجي هنا ايه، هنقول مثلا ايكو المتغير الاعدادي بتاعتنا ايه، اي ده نحطها بره اي. هنقول ايه بقى ايه، لو وصل لغايه ال 11 يطبع حاجه معينه، يقول له مثلا نام از 11 مثلا، ناو از 11 مثلا. هنقول اف الاي المتغير الاي بتاعك ايكو ايكو بيساوي 11 جنا واحد اتنين تلاتة أربعة. طبعا أنت ممكن تحطها وهنا عادي، ممكن تحطها هنا أو ممكن تحطها هنا زي ما أنت عايز، بس أنا أفضلك تحطها كده بعد أربع خطوط أو تلات مساطر عشان إيه تفرق اللي ناقصك في البرنامج. هنقول إيه إيكو مثلا نم إز 11 كنترول إس، يا ريت بس ما فرقش إن ال 11 دي سترينج. The syntax and command is incorrect. عفوا بس يا جماعه، بس كان في خطا هنا ان انا ما حطيتش المسطره هنا، لازم تحط تفرق بين القوس اللي انت تبقى اللي انت هتدخل جواه الحاجات اللي هتحصل لو الشرط ده اتحقق وبين الشرط نفسه. فاحنا جينا ايه، لو عملنا كنترول اس ونيو 9 زي ما انتم شايفين يا جماعه طبعا واحد، خلينا نشرح كده الكود هنا. دخل جوه الحلقه التكراريه بتاعتنا اللي هي الاف اللي هي الفور قصدي، بعد كده فور اي الاي هيطبع الاي اللي هي واحد، هيجي هنا اف لو الاي دي بتساوي 11 لا ارجع تاني الحلقه التكراريه، هيطبع بعد كده 6. هل السته دي طبعا زاد بمقدار 5، هل السته دي بينزل، هو بينزل خلي بالك بتسلسلي، هل السته دي بتساوي 11؟ لا، بيرجع تاني. خلي بالك الحلقه التكراريه ما بتخلصش الا لما بيخلص الشرط اللي انت بتقوله لغايه ما يوصل لل 20، بعد كده يخلص الحلقه التكراريه، بعد كده يكمل البرنامج بقى لو في اوامر، بعد كده لو ما فيش بيقفل البرنامج. بعد كده 11 بيزود بمقدار 11، هل ال 11 دي هل المتغير بيساوي 11؟ اي نعم المتغير بيساوي 11. خش جوه الحلقه الاف هيلاقي ايكو از نام از 11 زي ما انتم شايفين يا جماعه هنا نام از 11، بعد كده بيرجع تاني 16، هل 16 دي خلاص وخلص البرنامج. هنا لو في حاجه معينه، لو في حاجه معينه جوه الحلقه التكراريه عايز تطبعها. هنا بقى لو انت عايز تخلص الحلقه التكراريه، يعني مثلا ايه؟ عايزه لغايه ما يوصل لرقم معين مثلا جوه الحلقه التكراريه ما يكملش الحلقه التكراريه، نعمل ايه؟ هنزل كده تحت هنعمل ليبل اسمها مثلا محمد، ننهي الداله دي go to e o f، هنقول له مثلا echo we is get
out of for loop. احنا خارج الحلقة التكرارية دلوقتي، هنيجي هنا عايزه مثلا لغاية ما يوصل للاف، لغاية ما يوصل للرقم 11 يطلع على طول. هنعمل ايه؟ تخيل كده هنعمل ايه؟ هنقول go to محمد كنترول اس السي ام دي ام سي ال اس. هنيجي هنا ناخد النيو 9 واحد واحد ستة حداشر، طبعا الحداشر ويز اجوت اوت فور اوف فور لوب، ما كملش الستاشر اللي احنا قلنا له هنا. ايه اول ما توصل للحداشر اخرج منها خالص، جو تو محمد، هو دلوقتي خرج منها. طبعا في لغات البرمجه التانية زي البايثون زي السي بلس بلس في جمله اسمها بريك، لكن في الباش للاسف ما فيش حاجه اسمها بريك، ما فيش حاجه اسمها اكسر الحاله التكراريه واخرج منها، لا احنا بنضطر نعملها الادويه وبنخرج منها بنعمل ليبل بعد كده بنروح له تاني كده وخرج من الحاله التكراريه. نروح الحاجة التانية معانا اف، خلاص خدناها الاف ان وخدنا دي خلاص، فايل فور ان اه فايل فور ان صح. الفايلز بصوا يا جماعه، في الحلقه التكراريه الفور في حاجه اسمها ان هو يقدر يخش للفايلز ويعدل عليها اللي هي النصيه، سواء سي اس في سواء تكست. فمثلا احنا ناخد اي اول مثال للتكست، هنعمل كده ايه ملف التكست بره كده نسميه ايه مثلا سي سي سي، هنقول جواه مثلا محمد او مثلا بروف سوفت باتش سكريبت كنترول اس. نروح كده نقول هنا عشان نفرق للفور ان دي ملف او مش ملف، كنت سلاش اف متغير تاني، نشيل ده كده لازم يكون في نفس مسار الملف، او تحط المسار بتاع الملف بتاع التكست جوه الملف بتاعك اللي هو السكريبت. لا النيو دي بعيدة، ناخد النيو 9 دي اللي احنا بنشتغل عليها جوه سي 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 دوت تكست. هيعمل ايه؟ زي كده تحت هنقول ايكو مثلا نقول نطبع المتغير اي كنترول اس. هنروح للسي ام دي بتاعتنا، زي ما شفتوا يا جماعه طبعة بروف وباتش. هتقول لي ايه ده؟ ايه ده طبع بروف سوفت، ليه ما طبعش الباس بروف سوفت اللي هي السوفت والسكريبت؟ هقول لك ساعات الفور بيسقط كده حروف، بيسقط لما بيلاقي مسافه او كده بيتجاهل اللي بعديها. طب احنا هنعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ باختصار جدا نيجي بعد السلاش اف كده نعمل علامتين تنصيص ناخد بعديها مسافه، هنقول هنا ايه توكنز توكنز معنى خد كل حاجه جوه الملف التكست ده، تكست التوكنز بتساوي كده العلامه النجمه دي يعني خد كل حاجه جوه. هنشرح التوكنز دلوقتي مع بعض. انا عملنا كنترول اس كده زي ما تشوفوا يا جماعه طبعا بروف سوفت وباتش سكريبت، بمعنى ان التوكنز بتاخد كل حاجه جوه الملف. فمثلا لو جينا هنا عملنا ايه توكنز 2 كنترول اس زي ما تشوفوا يا جماعه طبعا سوفت وسكريبت. ليه؟ لان هو ايه الباس سكريبت بتاخد بالصفوف، يعني الصف ده والصف ده ده كده في صف واحد، المسافه دي معناها ان انت كده بتبتدي صف جديد، فطبع سوفت وسكريبت. فاحنا بمعنى كده لو احنا كتبنا هنا التوكنز بتساوي واحد هيطبع علينا بروف وبس وباتش بس. هنقول التوكنز كله ايه الحاجه التانيه اللي معانا انفايل توكنز ماشي اي او ال ماشي. الاي او ال دي بتتجاهل حاجه معينه جوه الملف، بتعمله اجنور. بمثلا مثلا لو احنا ايه جينا هنا، لا ننزل دي كده، لو عملنا هنا تحت مثلا هاشتاج مثلا اي حاجه
هاشتاج برضو اي حاجة، هاشتاج اي حاجة وكنترول اس. هنيجي هنا نعمل اي او ال بتساوي السلاش دي. ايه يقول لي يعني تجاهل اي سطر بعد الهاشتاج ده. هنعمل هنا كنترول اس، بعد كده هنيجي هنا يو 9 زي ما انت شايف يا جماعه، طبعا بروف سوفت وباتش سكريبت بس ما طبعش الاجنور دي، في حين اللي احنا لو شلنا الاي او الاي او ال دي شلناها كده عملنا كنترول اس وخدنا نيو 9 تاني طبعا علينا اللي هي بالسلاش. يعني احنا بنقول له ايه، شيل كل حاجه بعد الهاشتاج دي. كده خدنا الايه بكده، احنا خلصنا خالص التكست. نروح بقى للسي اس في. الناس كتير قوي مش عارفه يعني ايه سي اس في، او يعني ايه الملفات اللي بتبقى سي اس في، اللي هي الملفات دي اللي هي بتبقى عاده بامتداد اللي هي مايكروسوفت اكسل بتاخدها، بتبقى سي اس في. سي اس في هي ملفات قواعد بيانات، ملفات يعني بحيث كده مثلا لو احنا ايه ممكن تعدل عليها بالتكست برضو اديت. هنا شوية أوامر مثلا اللي هي محمد 17 سنة ستيودنت مثلا عايز يطلع مثلا بايلوت طيار، أحمد 21 سنة ستيودنت، بتبقى صفوف كده وعواميد. العواميد بتكون حاجات معينة كده اللي هي زي تشبه قواعد البيانات، هي نوع من أنواع التشفير بقواعد البيانات. مثلا لو نيجي نضيف شوية مثلا حاجات كده، بكر مثلا 17 سنة، نيجي هنا بعديها مثلا أرمي، بعديها بنعمل كده أرم أو أرمي برضو مش فيهاش أي حاجة، يوسف يوسف مثلا قول 21 سنة، أرمي برضو أرمي كنترول اس. احنا كده ضفنا شوية بيانات للقاعدة البيانات بتاعتنا. هنيجي هنا نفتحها بالباتش سكريبت بتاعنا. هنيجي هنا نشيل كده اللي هي اسمها ايه انفو، ماشي انفو دوت سي اس في كنترول اس. التوكنز بتاخد كله يا جماعه، ما تنساش تكتب التوكنز دي، مهمه جدا جدا جدا، لان انت لو ما كتبتش التوكنز عارف هيعمل لك ايه. هنيجي هنا بايدت هيطبع لك محمد احمد اللي هي العمود الاول ده زي ما كانش في زي ما كان في التكست. هنيجي هنا مثلا هنيجي هنا مش فيش اي حاجه في كنترول اس برضو نيو 9 هنعمل بس سي ال اس الاول، سي ال اس سي ال اس وده كده طبعا لنا قاعدة البيانات بتاعتنا ارمي محمد 17 ستودنت بايلوت. طب افرض انا ايه مش عايز اطبع اللي هي العلامة اللي هي الابوستروف اللي بين الكلمة اللي هي بين الكلمات دي، هنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده بكل بساطة نكتب ايه هنا، دي لايمز بتساوي سلاش كنترول اس ده في الباتش ده الصورة يا جماعة. بس نسيت حاجة، الدلايمز دي ما بتحذفش البتاع ده الحاجات ده الاي او ال، عفوا بس الاي او ال هي اللي بتحذف ده، الدلايمز دي بتحافظ على ترتيب الحاجات يعني ما تتلخبطش حاجة. مثلا لو في الفور لوب عايز تعدل على حاجة بتقول الدلايمز دي بتقول بتحافظ على الترتيب، بتقول ايه حافظ على كل حاجة في البرنامج. هتقول لي طب ليه، طب ليه انا كتبت الحاجه دي؟ الحاجه دي بتكتبها لما بتكون بتفرق في قواعد البيانات بالذات بين الحاجات وبعضها، اللي هي الكومه دي اللي بتفرق بينها وبين قواعد البيانات في سي اس في. في حاجه تانية نشرحها دي لايمز جيب لا ماشي. وبكده خلاص الدرس النهارده انتهى يا جماعه، ونلقاكم في درس اخر ان شاء الله. لو عجب الفيديو دوس لايك، لو ما عجبش حط لايك، ولا ما عجبكش ليه يا ريت تشترك القناه عشان يوصلك كل جديد وتتابع الدوره باذن الله. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.